لاني ابيك. تعال يا عبد الله من دفنه. ابيك. لا دخيلك. بسم الله ويبكم. وحتني اطلع سلعتي قدام خلق الله. شباب لا حيطلع ابد. عبد الله شلونك حبيبي؟ طيب. شو اخبارك؟ بخير. اكيد 90 يوم كفيله ان الجمهور تعرف على عبد الله من دفنه. ولكن بيني وبينك تمنيت اني اطلع قبل اليوم اذا كنت بطلع اليوم. ايه. ها؟ شلون اهل الامارات؟ ان شاء الله انهم بخير. عبد الله من دفنه اليوم الجمهور ما شاء الله مختلف. ما شاء الله تبارك الله في الخليج وفي السعوديه. وطبعا انا كنت في الشرقيه امس يبلغونهم سلامك. الله يسلمك ويسلمك ان شاء الله. ودي اقول لك حاجه عبد الله. قول. انت اسم ثقيل في القريه. شكرا. هل يا ترى عبد الله يوصل للنهائيات ولا لا؟ خلينا ندردش انا وياك في الكاميرا. اسم ثقيل كيف يعني؟ تعال عبد الله. كيف اسم ثقيل؟ خليك معي هنا. يعني اكل وايد؟ لا اسم ثقيل. ها. عبد الله حبيبي. والله وزني مو ثقيل يا اخي الكاميرا مبينتنا الدب. كلنا. حتى انت؟ اماراتي. دقيقة شو الصوت ذا؟ اماراتي. اماراتي. اهداء الامارات. عبد الله انت وصلت لمرحلة خلاص. الجمهور تعرف على عبد الله بن دفنة، الجمهور بدأ يحب عبد الله بن دفنة، يصوت عبد الله بن دفنة، لكن لازم نعرف اذا طلعت اليوم انه هذه مسابقة ولعبة. ليش تحسسني اني انا بطلع اليوم؟ انا ما احسسك بس انا اقول لك عادي اطلع الكاميرا؟ طلع الكاميرا يعني. يا اخي حرام اطلع اليوم. والله قهر اذا طلعت اليوم. قسم بالله قهر اذا طلعت اليوم. والله قهر. قهر؟ والله ما في خصم؟ ما في مشكلة. عادي اطلع ما في خصم؟ لا بس علمك حاجة عبد الله مهما جرى منك وصار هذا انا تراني بانتظار. الحمد لله على كل حال عبد الله. نتيجتك سواء طلعت ولا ما طلعت اهم شيء تكون حذر في القريه في الفتره الجايه. لانه خلني ارد وبس. اي اهم شيء تكون حذر. اوعدك في كل تحركاتك. اوعدك اوعدك وعد حر. اذا اني اذا اني رديت إيه؟ بكون حذر 100%. بس هذه مسابقه. كيف مسابقه؟ اللي انت فيها مسابقه سواء قدمت ولا ما قدمت ولا جلست تمام خلاص. ايه اوكي. يا بوي يا بوي تعال ما في شيء اكبر معنا دا ماشي 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 عبد الله ماشي عبد الله تعال عبد الله ماشي بسم الله عليك الله تعال اعطوني مويه اعطوني مويه سناك مويه الله يسامحك بس الله يسامحك ما يمزح ما ادري بسم الله والله ما هو مزح والله عبد الله انا قلت لك نبهتك ولا لا وش قلت لك؟ في دم؟ قلت خليك حذر ها؟ في دم مرة ما ادري ما ادري دم صدق ولا مزح؟ ما ادري ما ادري ما ادري اصبر هات مويه تكون انفرس عليهم ولا؟ ما ادري ما عليك عبد الله بعلمك نتيجتك عبد الله ها؟ بس اسمع بعلمك نتيجتك وين تروح؟ وين تروح عبد الله؟ انا مع مجلوط في جلطة داخلية والله صدمة عاطفية طيب ابيك تروح وين؟ تروح المركز التخيل ها خلاص عبد الله نتيجه عبد الله مشاهدي الكرام عبد الله نسيت الورقه يا رب مبروك اقسم بالله انها معجزه تكفى مبروك تكفى مبروك عبد الله بن دفنه تكفى مبروك بليز وغلا تنمر عندك طب هديه وغلا تنمر عندك ما احب الحيوانات في تفتح والله عبد الله بن دفنه نتيجته ايش قول تدري نسيت يا ربي عبد الله بن دفنه اخر ايام ما طلع والله ما هي حلوه ما ادري في مشكله في السماعات او شيء الحمد لله هذا يعني مبروك مبروك لا يجونا ثاني مرة تكفى طب تعال أحمد داود أنا مسجل معك ورقة بالله ترى نسيت عبد الله بن دفنة وشو مبروك مبروك
مبروك تكفى. أعصابي رايحة في عينها والله أنها رايحة في عينها أعصابي تكفى. أنت لمن إيه؟ اسمع لا يدوم أمانة ولا صراحة. خلني أروح للدايركت خلني أروح الغرفة تخيلك والله يا ضميري أنا مغمضية.